تصاعدت الاحتجاجات مجددا في محافظة البصرة التي يعاني أهلها من الفقر والبطالة وانهيار الخدمات رغم اعتماد واردات البلاد على ما تصدره من نفط. منطقة الجزر الأربع شاهد على الاحتجاجات الشعبية في بعض مناطق شمالي البصرة وجنوبها ضمن موجة غضب تدعو لإقالة رؤساء الوحدات الإدارية من القرنة، حيث أكبر حقول نفط العراق حتى خور الزبير ممر البلاد الغربي نحو مياه الخليج العربي، حيث تتواصل منذ أيام تظاهرات حاشدة تطالب بإقالة قائم مقام شط العرب الذي يشكو من تدهور كبير في الخدمات. من المسؤولية الحكومة المحلية سيد السيد المحاور قائم مقام شط العرب، احنا اليوم نطالب بإقالة قائم مقام وهاي القطعة موجودة. نتمنى اليوم نتمنى صوته يوصل. احنا ابناء قضاء شط العرب، هذا القضاء المضحي، القضاء الغني بالموارد الاقتصادية، يفتقر الى وجود جسور، لا مستشفى ولا جسور ولا مدارس، الدوام ثلاثي. ابناء هذا القضاء اللي يشوفونه من عين العمل، مدارس ماكو، وين بيا زمن احنا جايين نعيش؟ المتظاهرون يقولون ان القائم مقام تسلم منصبه منذ سنوات عدة الى انه لم يقدم لقضاء شط العرب الذي يبلغ عدد ساكنيه نحو 700,000 نسمة ويحتاج للكثير من الرعاية اي شيء، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم اذا لم تتحقق مطالبهم بإقالته ودعم القضاء بكل ما يحتاجه من خدمات أساسية. نطي القيمة قام مجلس المحافظة والمحافظ أسبوع فقط، الأحد الجاي مظاهرة هتكون يم قيمة قام، أما الإقالة أو عدم دوام قيمة قام. أو أكو تظاهرة مركزية إن شاء الله لجميع أهالي قضاء شط العرب، راح تكون راح نطي مجلس هاي الجلسة القادمة فقط. الجلسة القادمة مطلبنا إقالة القيمة قام ومرشح إنسان نزيه وإداري مدة 6 شهور، ما يفيد يغيره. التظاهرات الشعبية المطالبة بإقالة القائم مقام وتحسين البنية التحتية في قضاء شط العرب لم تهدأ على مدار السنوات الماضية، كان آخرها في منطقة الجزر الأربع حيث تظاهر الأهالي مطالبين بتغيير مسار السكة الحديدية الرابطة مع إيران التي تمر بمنطقتهم وتهدد منازل نحو 1500 عائلة بالإزالة وتشريد وتهجير ساكنيها.